يستمر المغرب في ممارسة اللواط السياسي مع الكيان الصهيوني المجرم. يجهز المغرب للتطبيع الكلي مع الكيان الصهيوني عبر خطوات صغيرة حتى يعتاد الشعب المغربي على التعامل مع إخوانهم الصهاينة حسب ما يقول لسان حال الدولة المغربية. لكن هيهات، إنكم واهمون، حكام وحكومات لا تمثل الشعب المقموع. حالنا ببساطة مع بني صهيون هو كالآتي: حكام وحكومات تسلم نفسها لحبيبها الصهيوني، وشعب كاره لهذا الكيان العنصري القاتل المجرم والإرهابي. وكما شاهدنا في الأسبوع الماضي، حيث تمت دعوة جندية إسرائيلية للغناء بمهرجان طنجاز بطنجة. هذه الجندية كانت مجندة بسلاح الجو الإسرائيلي، تقصف أبناء غزة بالفسفور الحارق والقنابل العنقودية، وهي اليوم تغني لنا بطنجة. ودولتنا تدعي أن إسرائيل عدوة لها، لكنها عدوة في العلن فقط وحبيب في السر. وكما تعلمون، لا يستطيع أي شخص مثلا دعوة مغني من بوليساريو للغناء بالمغرب، لأن بوليساريو عدو لنا، وإذا قام أي شخص بذلك سيكون مصيره السجن لا محالة. لكن بما أنه قد تمت دعوة هذه المجرمة الصهيونية بطنجة، يعني أن ذلك بعلم وإذن السلطات المخزنية، وأيضا الزيارات السرية التي يقوم بها مجموعة من الشخصيات المغربية لإسرائيل، والكثير أيضا من الإسرائيليين للمغرب. إنه التطبيع ببساطة. لكن الشعب المغربي بطنجة أحرق علم بني صهيون وعبر عن رفضه للتطبيع. اليوم كذلك يستعد المغرب لاستقبال رياضيين إسرائيليين للمشاركة في بطولة التايكواندو. يستعد المغرب كذلك لاستقبال آلاف الإسرائيليين للمغرب للمشاركة فيما يسمى بهيلولة، حيث يقيم اليهود مجموعة من طقوسهم التعبدية بالمغرب. ولكي نكون واضحين، نحن لسنا ضد اليهود بل ضد الصهاينة. هناك يهود يعيشون اليوم في اليمن وفي المغرب أيضا وأوروبا، وهم ضد الكيان الصهيوني. أما الصهاينة الذين يسكنون فلسطين يقتلون الفلسطينيين ويهجرونهم ليعيشوهم في أرضهم، فإنهم مجرمين إرهابيين لا يمكن التعامل معهم على الإطلاق. على أي، فكما تعرفون، تاريخ حب النظام بالمغرب للكيان الصهيوني والتطبيع معه له تاريخ، فهم حبايب كما تعلم. بدأ هذا الأمر منذ عهد الحسن الثاني الذي كان يظن نفسه ذكيا وعظيما، فحسب جريدة إدعوت أحرنوت الإسرائيلية التي كشفت أن الملك الراحل الحسن الثاني سمح للموساد الإسرائيلي بإقامة فرع له في المغرب بالتزامن مع القمة العربية التي عقدت في العاصمة الرباط سنة 1965، والتي أقيمت بهدف التشاور لمحاربة إسرائيل، حيث أمر الحسن الثاني حسب الجريدة بتخصيص جناح كامل من الفندق الذي عقدت فيه القمة، جناح خاص لرجال الموساد الإسرائيلي لكي يتمكنوا من توثيق وقائع المؤتمر. سمح لهم الحسن الثاني بذلك كما تقول الجريدة على خلفية طلب المغرب من إسرائيل تقديم المساعدة في تصفية المعارض المغربي المهدي بن بركة. وهذا ما أعطى لإسرائيل معلومات مهمة جدا نجحت من خلالها في هزيمة العرب بعد ذلك، هزمتهم جميعا. للإشارة، فإن المملكة المغربية لم تكذب ما نشرته هذه الجريدة من وثائق سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بعد 60 سنة على القمة، سمحت بنشر التفاصيل الكاملة عن العلاقة السرية بالوثائق بين المغرب والموساد. وإلى اليوم تبقى الحقيقة التي لا يعرفها الكثير من المغاربة، هو أن المغرب وإسرائيل أعداء في العلن وأصدقاء في الخفاء. لكن عندما نقول المغرب، فإننا لا نقصد الشعب بطبيعة الحال. لكن اليوم، وكما تعلمون، فكل الأنظمة العربية تقريبا تتجه نحو التطبيع الكلي مع الكيان الصهيوني. فحتى وإن أخذت إسرائيل كل فلسطين وسلمنا لها فلسطين وقامت بإبادة ذلك الشعب، فهل ستتوقف إسرائيل عن إجرامها؟ وهل ستسلم تلك الأنظمة بعد ذلك من شر الكيان الصهيوني؟ هل نجحت إسرائيل في اختراق الأنظمة العربية؟ نعم. دعنا نضرب مثال المغرب الذي أعرفه حق المعرفة. فالمغرب منذ 60 من القرن الماضي كان أمام الحسن الثاني خيارا، فقد كان بحاجة إلى المساعدة والدعم الأمريكي
ونتيجة لأن ذلك لأنه كان في طرف الغرب وفي مساعدة الغرب، وبالتالي ساعد في رحيل اليهود إلى إسرائيل وعمل مع الموساد، وكانوا هناك مستشارون عسكريين من الموساد له. وفي الثمانينات فتح الطريق بشكل تام لزيارة بيريز ورابين، وذلك بهذه الخطوة قضى على مقاطعة الشخصيات السياسية الإسرائيلية وقابلهم بشكل رسمي، في حين أن إسرائيل كانت تحتل وقتها الضفة الغربية. وبالتالي هناك كافة إشكالية الاختراق. هناك أن اتهمت في محاضرات علنية حتى في المغرب أندري أزولاي مستشار ملك المغرب بأنه أحد المتعاونين مع إسرائيل، ما دليلك على هذا؟ وهل هناك شخصيات أخرى بارزة تتعاون مع إسرائيل في الدول العربية؟ في البداية هذا الشخص الذي تحدثت عنه وهؤلاء الأشخاص تحدثت عنهم يهود صهيونيين يعملون لصالح إسرائيل ونسميهم السيانين. أندري أزولاي ليس هذا الشخص من الوارد، على الأقل بالنسبة لي أنا شخصيا من الوارد أنه ساعد إسرائيل بشكل كبير لأن يكون لها موطئ قدم في المغرب وأن تكون لديها شرعية. بالتأكيد لا، ليس هناك أي شخص يستطيع أن يكون لديه أدلة. ليس لديك أدلة؟ لا 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 توجه اتهامات لشخص ليس لديك أدلة على اتهامه. أندري أزولاي كان مديرا لمصرف في فرنسا وتربطه علاقات مصرفية في مجال الأعمال الأمريكية، وعاد إلى المغرب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت ظل يعمل في مصلحة الحوار مع إسرائيل، أي أنه يحاول أن يقيم ما نسميه الحوارات والاتصالات بين الإسرائيليين والعرب وأهل المجرة. أنا بالنسبة لي هذا أمر مشبوه فيه، بمعنى أنني أعتبر أن هذا عمل يتم القيام به لمصلحة إسرائيل ويخدم المصالح الإسرائيلية، لهذا أنا أتهمه لأنه بالنسبة لي يعمل خدمة لمصلحة إسرائيل، وإلا لما كان يهتم بهذه القضايا. لو لم يكن يهتم بهذه القضايا لما اتهمته، لكنه بالنسبة لي عندما كان يود شرعنة الحضور الإسرائيلي في المغرب فأنا شخصيا أفترض بأنه يقوم بهذا لمصلحة الموساد ولمصلحة إسرائيل. كما تعلمون هناك كتب نشرت حول وجود عشرات الملايين من السيانين أي أعوان الموساد، هؤلاء موجودون ووجودهم معروف ومشهور، هم عبارة عشرات الآلاف ويجب أن يتواجدوا في مكان